الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما إلى يوم الدين. أما بعد، قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين، قال: باب فضل الغني الشاكر، وهو من أخذ المال من وجهه وصرفه في وجوهه المأمور بها. الحافظ النووي رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الأبواب السابقة في الحث على الإنفاق في سبيل الله والإثار وغير ذلك من الفضائل المتعلقة بالإنفاق، ذكر هذا الباب، وهذا من فقه العلماء في التبويب. فالعلماء رحمهم الله في الغالب إذا ذكروا الأبواب في الكتب فإنهم لا يذكرونها هكذا، يعني من غير مراد منهم، بل إن التبويب له فقه خاص. والنووي رحمه الله تعالى من الفقهاء في التبويب رحمه الله، فكما هو فقيه في أبواب الفقه فهو فقيه في التبويب. فذكر فضل الغني الشاكر حثاً وبياناً للفضل لمن صرف هذا المال في وجوه الخير. والغني الشاكر اختلف العلماء رحمهم الله هل هو أفضل أم الفقير الصابر، وبص هذه المسألة ليس في هذا الموضع، ولكن اختصار هذه المسألة أن العلماء رحمهم الله اختلفوا فيها، فمنهم من قال الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر، قال بعضهم الفقير الصابر أفضل من الغني الشاكر، وكلا الفريقين أخذ بأدلة في الكتاب والسنة، وتوسط قوم من أهل العلم وهو القول والصواب إن شاء الله، وذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن لكل منهما فضلا، فالغني الشاكر له فضل والفقير الصابر له فضل. ولذلك الابتلاء لا يكون فقط بالفقر، بل قد يكون الابتلاء بالغنى، بل إن الابتلاء بالغنى قد يكون أعظم من الابتلاء بالفقر، لأن الفقر سيصبر عليه إما اضطراراً وإما احتساباً، ولكن الغنى فتنة. ولذلك جاء في القرآن: كلا إن الإنسان ليطغى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. فدل على أن مسألة الغنى من أعظم الابتلاء، إلا من أخذ هذا المال بحقه وصرفه في وجهه. فالإمام النووي رحمه الله هنا ذكر فضل الغني الشاكر حثاً لمن أعطاه الله هذا المال أن يبذله في وجهه، وأن ينفق في سبيل الله، وأن يستكثر من الخيرات والحسنات. قال الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وقال تعالى في نفس السورة: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. هذه الآيات من سورة الليل، وقد مر الكلام عليها في أبواب تقدمت. فأما من أعطى واتقى، يعني أعطى من المال وصرفه في وجهه واتقى الله فيه، وصدق بالحسنى أي صدق بوعد الله سبحانه وتعالى الذي أعده لعباده المنفقين في سبيل الله عز وجل، فهو موعود بالتيسير، والتيسير يشمل التيسير في الدنيا والآخرة. فسنيسره لليسرى، ميسر في كل أموره في كل شؤونه، وهذا من أعظم ما يحث المرء على الإنفاق في سبيل الله، بخلاف الذي كذب بوعد الله وأمسك ماله ولم يتصدق، فإنه موعود بالتعسير جزاء وفاقا، والجزاء من جنس العمل. قال في آخر هذه السورة: وسيجنبها الأتقى، أي سيجنب النار. وهذه الآية قيل إنها نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه هو أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل رضي الله عنه وأرضاه.
وسبب نزول هذه الآية كما ذكر بعض أهل التفسير أن أبا بكر رضي الله عنه عندما أعتق بلالاً، أعتق بلالاً لأن بلالاً كان مسلماً وكان تحت كافر، فشراه أبو بكر ثم أعتقه لوجه الله عز وجل. قالت قريش إن لبلال على أبي بكر نعمة متقدمة من قبل، يعني أنه ما فعل هذا الفعل إلا لأن بلالاً رضي الله عنه يلحقه بمكرمة سابقة، فأنزل الله هذه الآيات وسيجنبها الأتقى أي أبو بكر رضي الله عنه الذي يؤتي ماله يتزكى. أبو بكر الصديق رضي الله عنه ما أحد أنفق بالإسلام مثل ما أنفق رضي الله عنه وأرضاه، وقد مر علينا قصته مع عمر رضي الله عنه عندما قال اليوم أغلب أبا بكر، وجاء بنص ماله، فجاء أبو بكر بكل ماله رضي الله عنه وأرضاه. فالله عز وجل يثني عليه فيقول الذي يؤتي ماله يتزكى، يزكي نفسه بدفعه للمال، لأن من أعظم زكاة النفوس الصدقة، لأن الصدقة امتحان القلوب وامتحان الإيمان، ولذلك سماها النبي صلى الله عليه وسلم برهانا، قال والصدقة برهان، أي برهان على صدق الإيمان، برهان على صدق الإيمان. قال وما لأحد عنده من نعمة تجزى، وهذا هو الشاهد، أي أن أبا بكر رضي الله عنه ما أعتق بلالا من أجل نعمة كانت عليه من بلال رضي الله عنه، وإنما فعل ذلك ابتغاء وجه الله. قال سبحانه وتعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وعد من الله لهذا الصحابي الجليل أنه سوف يرضى، سيرضيه الله في الدنيا والآخرة، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. وهذه الآية من أعظم الرد على الروافض المبغضين لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، ووالله لا يبغض أبا بكر رجل في قلبه ذرة إيمان، والله ما يبغضه مؤمن. أبو بكر الصديق رضي الله عنه هو الذي وقف الوقفات التي لم يقف أحد في الإسلام مثلها أبدا، ولذلك أثنى عليه الله سبحانه وتعالى في كتابه بالصحبة إذ يقول لصاحبه، وهذه ما جاءت إلا لأبي بكر في القرآن، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فخص بالمعية مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفضائله رضي الله عنه وأرضاه لا يسع مقام مختصر في ذكرها، ولكن هذه الآيات العظيمة تدل على فضله، فالله وعده بالرضا في الدنيا والآخرة كما قال سبحانه وتعالى ولسوف يرضى، وقال تعالى إن تبدوا الصدقات فنعمه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. هذه الآية فيها جواز إظهار الصدقات، وقاعدة لا بد أن نعرفها أن الأصل في الأعمال الصالحة الإخفاء، هذا هو الأصل، أن الأعمال الصالحة الأصل فيها الإخفاء، إلا إذا اقتضت المصلحة الإظهار فإن الإظهار يكون أفضل. فالصدقة الأصل فيها الإخفاء، هذا هو الأصل، ولذلك قال سبحانه إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، أي إن الصدقة بالخفاء أفضل، ولكن يجوز إظهارها ولكن إخفاؤها أفضل، ولكن قد يكون إظهارها أفضل من إخفائها، كما مر علينا أكثر من مرة في القوم الذين دخلوا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى النبي صلى الله عليه وسلم حالتهم، ويعني حزن النبي صلى الله عليه وسلم على حالهم، ثم قام وخطب الناس وقال تصدق رجل بدينار، تصدق رجل بدرهمه، تصدق رجل بمد بره بمد تمره، فقام رجل من الأنصار وذهب إلى بيته وجاء بصرة عاجزت يده أو كادت تعجز عن حملها، فلما رآه الناس قاموا وذهبوا إلى بيوتهم وجاءوا بأموالهم، حتى قال الصحابي رضي الله عنه ربيع حيث رأيت كومين من الصدقات، فاستنار وجه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه مذهبة، ثم قال الحديث المشهور من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة.
سببها هذه الصدقة التي أظهرها هذا الرجل أمام الناس ثم اقتدى به الناس وتصدقوا. فإذا الأصل في الأعمال الصالحة الخفاء، ولكن إذا اقتضت المصلحة الراجحة أو المحضة أن يظهر العمل الصالح فإنه يظهر. ولذلك هذه المسائل ينبغي فيها للمرء أن يستعمل الفقه ويستعمل المصلحة ويرى أيهما أفضل، الإظهار أم الإخفاء. فإن كان الإظهار أفضل فإنه يظهر، وخاصة إذا كان هذا الإظهار يعني سيتسبب في متابعة هذا الذي أظهر العمل من بقية الناس. فهذه الآية أصل في هذا الأمر، إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها تؤتوها الفقراء فهو خير لكم، أصل في جواز الإظهار وأصل في أن الإخفاء أفضل. قال وقال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. وهذا هو كمال الصدقة، أن ينفق المرء مما يحب من ماله. وليس معنى هذه الآية أن الإنسان لا يتصدق إلا مما يحب، بل يجوز له أن يتصدق بكل ما في أمواله، إما أن يكون مما يحب محبة عظيمة أو محبة قليلة. الأصل في الأموال المحبة، الأموال النفوس جبلت على حب الأموال، ولكن المال يختلف. ولكن ليس معنى هذه الآية أنك لا تنفق إلا مما تحب، لكن هذا كمال الصدقة البر فيها، أن تتصدق من أفضل الأموال. ولذلك بعض الصحابة عمل بهذه الآية، قل أعمل بها ولو مرة أتصدق بأفضل أموالي، يقول لو مرة أعمل بهذه الآية. ولذلك هذه الآية الإنسان يعمل بها ولو مرة واحدة، إذا أعجبه شيء من ماله فليتصدق به ولو مرة حتى يفوز بهذا الأجر العظيم. لن تنالوا البر، يعني كمال الأجر، حتى تنفقوا مما تحبون. وكما ذكرنا أن الإنسان يجوز له أن يتصدق بما دون هذا المال الذي يحب، ولكن بشرط أن يتصدق من الأمور التي تصدق بها مما لا تعافه النفس، أما مما تعافه النفس فلا يجوز تصدق بها، كما قال سبحانه وتعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. الله غني عن صدقاتنا وغني عن أموالنا، ولكن عندما يحثنا الله عز وجل على الصدقة وعلى الإنفاق إنما هو من أجلنا نحن، أن نستكثر من الحسنات وأن نتقي النار التي ستكون أمامنا يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أمامه فينظر أشأم من فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أيم من فلا ينظر إلا ما قدم، ويرى أمامه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فدل هذا الحديث على أن الصدقة من أعظم ما ينجي يوم القيامة من نار جهنم، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم منها. هذا والله أعلم وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.